إسرائيل وضعت الولايات المتحدة الأمريكية تحت الإنذار وتحت الخطر من أنها قد تقوم بهجوم مفاجئ ومباشر ضد إيران دون إبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بأي شيء من هذا الأمر وهذه التفاصيل. طبعا قد نشرت على المونيتر في 48 ساعة الماضية بهذا الشكل من قلق الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا القلق هو بدأ بسبب أمر كان من المفترض أن يحدث الأربعاء الماضي، ألا وهو زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي جالانت إلى الولايات المتحدة الأمريكية الأربعاء الماضي كما تحدثنا. ولكن المشكلة بأن بنيامين نتنياهو وقف ضد هذه الزيارة وقال له يا وزير الدفاع الإسرائيلي عليك البقاء وأن تبقى في تل أبيب وغير مسموح لك أن تذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وطبعا هذا أدخل الولايات المتحدة الأمريكية في إنذار، لأن هنا المشاركة العسكرية، المشاركة الاستخبارية، الخطط العسكرية الإسرائيلية، ما الذي تريده إسرائيل وما الذي تخطط له للقيام به ضد إيران الآن أصبح غير معروفا. ليست هنالك أي مشاركة في المعلومات. إن لن يذهب وزير الدفاع الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة، الولايات المتحدة سيكون من الصعب عليها معرفة ما الذي ستقدم عليه إسرائيل. وهذا هو ما وجدته الولايات المتحدة بأنه مؤشر خطير، خاصة وأن وزير الدفاع الإسرائيلي نفس هذا الرجل جالانت كان قد تحدث بالتزامن مع هذه التفاصيل بأن إيران تمتلك ما يكفي من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% واليورانيوم المخصب بنسبة 60% للوصول ليس إلى قنبلة أو قنبلتين، لا أبدا، بل الوصول إلى 5 قنابل نووية الآن. وهذا يعتبر تطور خطير للغاية يتحدث عنه وزير الدفاع الإسرائيلي. ولهذا السبب المونيتر أكدت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول إبقاء المسؤولين الأمريكيين قريبين على إسرائيل، دائما يزورون إسرائيل. على سبيل المثال إريك كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي كان موجودا في إسرائيل، بالإضافة إلى ذلك إلى رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أيضا الأسبوع الماضي كان موجودا في إسرائيل، ويحاولون قدر الإمكان أن يكونون قريبين تماما من هذه الحكومة التي هي على خلاف كبير مع حكومة بايدن وبنيامين نتنياهو. حتى هذه اللحظة لم يتحصل على دعوة من البيت الأبيض لكي يذهب إلى بايدن ويتحدث معه حول المسألة الأهم بالنسبة له، ألا وهي إيران واقترابها من الوصول للقنبلة النووية، خاصة وأن أيضا بنيامين نتنياهو في 48 ساعة الماضية كان قد وضع أيضا تصريحات مثيرة وقال بأن إيران النووية ووصولها إلى القنبلة النووية هي أخطر من 50 كوريا شمالية، ليست كوريا شمالية واحدة رغم كل الخطر الذي نراه من كوريا الشمالية، لأنه وصف بأن إيران أخطر من 50 كوريا شمالية بسبب الأيديولوجية التي تحملها معها، أنها تريد إنهاء إسرائيل، تعتبر إسرائيل الشيطان الأصغر، تعتبر الولايات المتحدة الأمريكية الشيطان الأكبر. في إشارة هنا عندما يتحدث عن كوريا الشمالية هو يشير إلى قدرات إيران، فإيران انحصرت على القنبلة النووية هي متقدمة كثيرا على المستوى الصاروخي وإمكانياتها الصاروخية عالية للغاية، وبسبب تقاربها اليوم من الصين وتحديدا وبشكل خاص مع روسيا فإنها قادرة على الوصول إلى الصواريخ عابرة القارات في نقطة معينة. إن امتلكت الآن القنبلة النووية ولم نفعل شيئا فإن الصواريخ العابرة للقارات التي ممكن أن تطورها بالتعاون مع روسيا ستستطيع الوصول إلى المدن الأمريكية وإلى الولايات المتحدة الأمريكية صدق أو لا تصدق، وعليها رأس النووي. وبالتالي إسرائيل هي ليست فقط الهدف وإنما الولايات المتحدة الأمريكية هي الهدف، وهذا هو ما يزيد من توتر الأمور. وإيران متقدمة على المستوى الصاروخي الآن بشكل كبير. على سبيل المثال اليوم كنا أمام عرض مهم للغاية لإيران في اختبارات ناجحة لصاروخ جديد أطلقوا على هذا الصاروخ اسم فجر 5. لنلقي نظرة على هذا الصاروخ الذي سترونه الآن، وهذا الصاروخ ببساطة هو مجهز برأس حربي حراري، هو من الصواريخ الحارقة، إذا ما سقط على نقطة معينة سيتسبب بالحرائق بهذا الشكل. الهدف الذي يستهدفه هذا النوع من الصواريخ يتشابه تماما مع هذه الصواريخ التي بدأت باستخدامها أساسا، والقاذفات التي بدأت باستخدامها روسيا في باخموت كما ترون من الصواريخ الحارقة التي بدأت تضرب بها القوات الأوكرانية، حتى أنها مؤخرا بدأت تستخدم هذه القذائف من قذائف الفسفور الحارق بهذا الشكل. وبالتالي ظهور الآن هذا النوع من الصواريخ من قبل إيران تزامنا ومتزامنة مع استخدام روسيا لهذا النوع من الصواريخ في باخموت يوضح بأن إيران قد استفادت كثيرا من هذه الاستخدامات أو استفادت من روسيا في وصولها إلى هذه النقطة، وبالتالي لا شيء يمنع أن تصل
إلى الصواريخ العابرة للقارات. طبعا في نفس الوقت أن إيران تتمتع بدقة وتمتلك دقة عالية في الإصابات، إن كانت على مستوى الطائرات المسيرة أو حتى على مستوى الصواريخ. من تحدث عن هذا الأمر وما شهد لهذا الأمر هو قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الجنرال كينيث ماكنزي، الذي قال بأنه شخصيا يحترم كثيرا الطائرات المسيرة الإيرانية، الصواريخ البالستية وغيرها من هذه الأنظمة، بسبب أن إيران تحت ضغط كبير، ولكن في نهاية المطاف تمكنت من الوصول إلى هذا النوع من الدقة في الإصابات والقوة، ووجد بأنها تتفوق بشكل كبير في المنطقة بهذه الإمكانيات. والتفوق هنا يعني إمكانية ضرب جميع الدفاعات التي تقف ضدها، وبعدها تدمير الأهداف التي تبحث عنها. وهذا يعطي الكثير من المؤشرات عن إمكانيات إيران وخطورتها مع تقاربها من روسيا وكذلك أيضا من الصين في نفس الوقت. المشكلة أن أيضا ما يزيد من ضغط الأمور النووية واحتمالية اتجاه إسرائيل إلى هذا الاتجاه، كما تجد العديد من الأوساط إن كانت الأمريكية وإن كانت الإسرائيلية وإن كانت حتى الأوروبية، هي مسألة التقارير التي صدرت مؤخرا من أن الإي3 دولي فرنسا وبريطانيا وألمانيا. رأينا تقاريرا الأسبوع الماضي تقول بأن هذه الدول تفكر جديا في فرض العقوبات وإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة السناب باك على إيران، بسبب أن إيران لا تتعاون على مستوى العودة للاتفاقية النووية، وليس هنالك أي تقدم دبلوماسي مع إيران بأي شكل من الأشكال. الآن مسؤول إيراني قد صرح لوكالة رويترز مؤخرا بأنه إن فرضتم هذه العقوبات علينا فإننا سنكون أمام خيارين، الرد الإيراني سيكون بالانسحاب من اتفاقية الحدي أو حظر الحدي من انتشار الأسلحة النووية التي وقعت عليها إيران، أو أننا سنزيد من نشاطنا النووي وتقدمنا النووي، ببساطة سنصل إلى القنبلة النووية. هذا ما يريد قوله وهذا ما قاله هذا المسؤول. طهران لن تقبل بإحياء عقوبات الأمم المتحدة، إذا أطلقت الأطراف الأخرى ذلك تحت أي ذريعة فسيكونون مسؤولين عن كل العواقب. وأضاف، ردة فعل إيران يمكن أن تتراوح من ترك معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية إلى تسريع عملنا النووي. الجانب الأمريكي أيضا متحدث باسم الخارجية الأمريكية صرح لنفسه هذا المنشور الذي صدر من وكالة رويترز بنفس هذا الصدد، قال بأن الدبلوماسية بالنسبة لنا أولا، ولكننا لم نلغي أي من الخيارات التي وضعناها على الطاولة لمنع إيران من الوصول للقنبلة النووية في حالة لم نصل إلى نجاح أو تقدم على المستوى الدبلوماسي. جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي الذي الآن هو متواجد في المملكة العربية السعودية كان قد وضع أيضا تصريحا بهذا الصدد، صرح به إلى معهد واشنطن وكان واضح تماما، وقال بأننا وجهنا إيران وأبلغنا إيران بأننا لن نسمح لك بالوصول للقنبلة النووية، الخيارات هذه لن تتغير. بل إنه أيضا أضاف بأنهم سيعترفون بحرية إسرائيل في العمل، وهذا الأمر طبعا أشعل الأوساط الإيرانية على أعلى المستويات، حتى الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني السيد علي شامخاني كان قد وضع تغريدة ردا على جيك سوليفان وما قاله لمعهد واشنطن، وكان واضحا تماما وقال بأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن هي ستكون مسؤولة عن كل ما ممكن أن يفعله الإسرائيليون بما فيها إذا ما اتجهوا لضرب المفاعلات النووية الإيرانية، ستتحملون أنتم المسؤولية، وهذا يعني بأننا سنضربكم إن قامت إسرائيل بأي شيء لنا. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة هذه مشكلة قد تحدثت عنها وكالة رويترز بشكل واضح، إن الولايات المتحدة تركز بشكل عام على الحرب الجارية في أوكرانيا، تريد الانتهاء من هذه الحرب، هي لا تريد أن تشعل حربا مع إيران بأي شكل من الأشكال. الحرب مع إيران ستكون مزعجة لأن حربين في هذه المنطقة ستكون مؤسفة طبعا بالنسبة لهم، وهي ما تحاول فعله الآن التركيز في روسيا والتركيز على أوكرانيا، وكذلك التركيز على مسألة محاولة منع إيران بأي شكل من الأشكال من الوصول إلى القنبلة النووية أو إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة 90%، ومحاولة إحياء الدبلوماسية قدر الإمكان، وأيضا البقاء قريبين أيضا من إسرائيل قدر الإمكان عن طريق مسؤوليهم مثل إريك كوريلا أو غيرهم من المسؤولين الأمريكيين، لإبعادهم من أي مفاجأة ممكن أن يتجهوا بها لوحدهم في ضرب المفاعلات النووية وإشعال حرب في هذه المنطقة. على الرغم من ذلك أن الدبلوماسية الآن أيضا تعاني مع إيران بشكل خطير، وذلك لسببين، السبب الأول هي الصين، والسبب الثاني والأهم هي روسيا. تقارب هذين البلدين من إيران
نوعا ما يحدد من مستوى الدبلوماسية طبعا مع إيران، كما تحدثت أهم القيادات الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، كما ثبتتها طبعا بلومبرغ بشكل حصري نقلا عن المدير الأعلى لمراقبة الأسلحة في مجلس الأمن القومي، قال تعزيز روسيا والصين علاقتهما مع إيران يؤثر على كيفية تعاملنا الدبلوماسي مع إيران، بسبب أن هذه دول نووية ممكن أن تمكن إيران بشكل كبير وخطير. وأيضا الولايات المتحدة ليست في مواجهة الصين فقط، وإنما أيضا هي في مواجهة الصين والنفوذ الصيني. وطبعا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية الآن تحاول مواجهة مبادرة الحزام والطريق الصينية بحسب أكسيوس. موقع أكسيوس الأمريكي كان قد نشر تفاصيلا مهمة حول هذا الصدد، وأكد بأن الآن جيك سوليفان بذهابه الآن إلى المملكة العربية السعودية هنالك أمر يناقشه، وهو عبارة عن مقترح إسرائيلي لخلق أساسا سكة حديدية أو شبكة للسكك الحديدية تربط منطقة الشرق الأوسط، دول الشرق الأوسط بشكل عام طبعا عدا إسرائيل. إسرائيل ليست مشمولة رغم أنها فكرة إسرائيلية قد طرحت العام الماضي، كما تحدث موقع أكسيوس أن تكون هنالك شبكة من السكك الحديدية إن كانت في العراق، في الكويت، في السعودية، في عمان، وأن ترتبط مباشرة هذه السكك الحديدية بالموانئ وبالمياه طبعا إن كانت بالخليج العربي، إن كانت ببحر العرب، بالمحيط الهندي وغيرها، وأن يكون هنالك عملية وصول أو عملية نقل عبر المياه، وترتبط هذه السكك الحديدية بالهند وبعدها من الهند إلى الولايات المتحدة الأمريكية. أي ببساطة هو ربط الشرق الأوسط بجنوب آسيا بالولايات المتحدة الأمريكية، مواجهة للنفوذ الصيني على أعلى المستويات. ولكن الصين أيضا هي موجودة في هذه المنطقة، وليس هذا فحسب، بل إن إيران تواجه أي عملية نقل للنفط أو أي عمليات تجارية من الممكن أن تحدث في الشرق الأوسط، وتحديدا عندما نتحدث عن الخليج العربي ومضيق هرمز بشكل عام. فإيران على سبيل المثال خلال أقل من 7 أيام قامت بعملية ضبط ناقلات إسرائيلية، ناقلتين أقل من أسبوع بهذا الشكل. جاءت زوارق الحرس الثورية الإيراني، جاءوا على ناقلة النفط الأمريكية واحتجزوها بهذه الطريقة التي ترونها كما وثقتها الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من فعل شيء لأنها لا تريد إشعال حرب كما تتحدث دائما. وطبعا تانكر تراكرز إحدى أهم المواقع التي توثق مثل هذه المسائل، تحاول معرفة حقيقة أين ذهبت هذه الناقلات، كانت قد وثقت بصور من الأقمار الصناعية وضحت الزوارق الخاصة بالحرس الثورية الإيراني، كما قالت بأنها جاءت من هذه النقطة التي هي تعبر وتمثل جزيرة قشم التي ترونها هنا في الخليج العربي. هذه هي الزوارق كلها، وهذه هي الناقلة التي نتحدث عنها الأمريكية عندما كانوا يقتادونها مباشرة إلى بندر عباس، وهنالك صورة أخرى إلى بندر عباس بهذا الشكل توضح فيه الناقلتين الأمريكية وهي قريبة بهذا الشكل، هذه الناقلة الأولى والناقلة الثانية وهي موجودة في بندر عباس. طبعا دعونا نأخذ هذه النقطة أيضا لنركز عليها المميزة للغاية مع الأخذ بهذه المنطقة، وهذه المنطقة المطابقة تماما لما للنقاط التي كانت تتواجد فيها أساسا الزوارق الخاصة بالحرس الثورية الإيراني في الصورة التي سبقت هذه الصورة التي ترونها. وبالتالي إذا ما اتجهنا إلى القمر الصناعي بحسب ما تحدثت عنه تانكر تراكرز ونحاول أن نجد أين من الممكن أن تتواجد هذه الناقلات الأمريكية للنفط، سنجد نحن أمام مضيق هرمز، هنا جزيرة قشم تقترب من جزيرة قشم ببساطة التي يتواجد بندر عباس هنا فيها، هذه هي جزيرة قشم التي ثبتتها طبعا والنقطة تحديدا التي وثقتها تانكر تراكرز. وإذا ما توقفنا هنا أيضا في هذه المنطقة ها أنت أمام نفس العلامات التي توضحت لنا التي ألقينا نظرة عليها هنا، وتوضح بأن الناقلات تقريبا كانت موجودة هنا، وبأن الزوارق الحرس الثوري انطلقت من هذه المنطقة ضبطت الناقلتين وهي موجودة هنا. وطبعا هذا جعل الولايات المتحدة الأمريكية الآن في مشاكل كبيرة وتصعيد في الضغط مع إيران، إلى درجة إلى أنهم بحسب هذا المصدر الذي ترونه أمامكم من بلومبرغ تحدثت بأن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت تدرس عملية إدخال 100 روبوت في المياه من أجل محاولة التصدي لمثل هذه العمليات الاختطاف أو الحجز التي تأتي لناقلات النفط الأمريكية بهذه الطريقة أمام مرأى العالم وأمام مسمع العالم طبعا بكل تأكيد. والغرض هنا من هذه الروبوتات هي ليست الحرب، يجب أن ننتبه عندما تأتي مثل هذه الناقلات على سبيل المثال في المياه وتبدأ تقترب
هذه الزوارق الإيرانية منها بأي شكل من الأشكال، فإن زيادة عدد هذه الروبوتات في هذه المنطقة سيسهل من عملية ضبط هذه التحركات العسكرية وتحليلها قبل أن تقترب أساسا من الناقلة بشكل مفاجئ، وما سيساعد الولايات المتحدة الأمريكية من أن تتواجد بسرعة لتوفير الحماية قدر الإمكان لهذه الناقلة، وبالتالي من يصل أولا هو الذي سيحظى بهذه الناقلة. يحموها لن يقترب الحرس الثوري الإيراني إن لم يكونوا سريعين بما فيه الكفاية، ومن دون هذه الزوارق ستتمكن دائما إيران من عملية سحب هذه الناقلات إلى شواطئها إن كانت إلى بندر عباس على سبيل المثال أو غيرها من الموانئ. بالتالي نحن أمام تلاحظ مواجهات مستمرة متصاعدة لا تعرف طريقا للتوقف، والخوف الأكبر هو ما ممكن أن يكون قادما من إسرائيل، هو خوف ليس فقط للولايات المتحدة الأمريكية وإنما منطقة الشرق الأوسط التي بدأت تجد العديد من المنافذ الدبلوماسية لتهدئة الوضع، ولكن تبدو أن الأمور لا تعرف طريقا للتهدئة على الأقل مما نشر من تفاصيل على المونيتور.